صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، يقول هل هذه الآية عامة في كل عسر أم أنها خاصة بالغنى والفقر؟ في كل عسر، في كل عسر، ما هي خاصة بالغنى والفقر، لأن كلمة سيجعل الله بعد عسر هذا عام أي عسر، لأن النكرة تعم. نعم.